يقول بأرض ويوجد في هذه الأرض مصلى عيد وبقي هذا المصلى ما شاء الله من السنين، ثم احتلت موضع هذا المصلى فاستغليته ليكون أرض بناء، فهل علي شيء فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه استعمل مصلى للعيد وأقررتهم على ذلك فإنه خرج من ملكيته وصار وقفا، هذا هو الظاهر. أما إذا كنت إنما سمحت لهم بالصلاة فيه مؤقتا، سمحت لهم بالصلاة فيه مؤقتا ولم تجعله مصلى دائما، فهذا لا يخرج عن ملكيته لأنك لم تنوي الوقفية. وعلى كل حال المرجع في هذا إلى مفتي البلد أو قاضي البلد، تراجعه في هذا. جزاكم الله خيرا.